بين الكنيسة وجوامع المسلمين ثمة سلام، فهذا التقارب فيما بينهما يؤكد صورة التعايش لدى العراقيين منذ سنين طويلة. هنا ترتفع التراتيب داخل الكنيسة ابتهاجا بأعياد الميلاد التي جمعت كل العراقيين من أجل إيصال رسالة هدفها التعايش السلمي وتعزيز قيم التسامح بين أبناء البلد الواحد. عندنا نحن كمسيحيين اليوم في كنيستنا، كنيسة البشارة في شارع فلسطين، كان هناك حضور من وفد من مدينة النجر في الأشرف، وكان شيء رائع. على الرغم ما عانته هذه الديانة في العراق من تهجير قسري واضطهاد وتناقص بالغ في أعدادهم، إلا أن شوارع بغداد مزينة بأشجار الميلاد، فتشاهد الجميع فرحا في هذه المناسبة. فالغالبية من الديانات الأخرى جاءوا إلى الكنيسة لإيقاد الشموع وتوزيع الحلوى ومشاركة الطقوس وتقديم التهاني. يوم عيد المسيح عليه السلام جاء يشعل الشموع، أنا وزوجتي جينا نشعل الشموع حتى نهنئ إخواننا المسيحيين بهذا اليوم المبارك اللي الله سبحانه وتعالى خلقه. بصراحة يعني هاي أول مرة إحنا أنا أزور، وجيت يعني متعنية لهذا الشيء، بحيث شفت يعني ما قدرنا نصبر، دموعنا يعني رأسها نزلت أنا من دخلت وشفت القداس وشفت يعني المسيح وطيبة قلبهم بصراحة. أكثر من أي وقت مضى تجد التضامن مع الأقليات الدينية الموجودة في العراق، ففي سنوات الطائفية التي عاشها كانت هذه المناسبات منبوذة لدى رجال الدين والجماعات المتشددة، لكن اليوم بات الأمر مختلفا عن الماضي بسبب ما حصده العراق من خراب ودمار لكل العراقيين. لا تقتصر أعياد المسيح في العراق على أبناء الديانة المسيحية فقط، وإنما على الطوائف والديانات الأخرى التي جاءت إلى الكنيسة هنا من أجل المشاركة في القداس لإعمام السلام والأمن في البلاد. فقار فاضل، بغداد اليوم.